السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، أهلا بيكم حبايبي في قناتي، قناة أحلى الأكلات. أتمنى يا رب تكونوا بخير وسعادة. النهاردة إن شاء الله هنعمل مع بعض الرز المصري على أصولها. مكوناتها سهلة جدا، موجودة في كل بيت. كل اللي عندي طبعا كمية على حسب ما أنت عايزة، ممكن تزودي أو ممكن تنقصي. عندي كوباية من الدقيق، عندي قطعتين من الخميرة البيرة زي ما احنا شايفين، تقريبا القطعتين مع بعض في حجم عين الجمل. لو عندك خميرة فورية تحطي معلقة كبيرة خميرة فورية. عندي كوباية صغيرة، اهي كوباية صغيرة مية دافية، وعندي كوباية مية مغلية سايبها تغلي على النار. تمام، هنبدأ خطواتها سهلة جدا، هنبدأ نشتغل فيها على مرحلتين. المرحلة الأولى عندي كده هو البولة بتاعتي، حاطة فيها قطعة الخميرة البيرة أو الخميرة الفورية لو مش متوفر عندي خميرة بيرة، ننزل عليها بالمية الدافية بالشكل دوت. طبعا بما إن في خميرة يبقى إذا عايزة مية دافية شرط أساسي. هبدأ أقلب كده هو الخميرة لحد ما أتأكد إن الخميرة بتاعتي بدأت تدوب. بدور الخميرة كويس جدا، خلاص زي ما احنا شايفين هي جابت. هنزل بنص كوباية الدقيق اللي عندي، مش هنزل بيها كلها، هنزل تقريبا بنصها بالشكل دوت، وهتقلبي كده اهو. لو انت عايزه تزودي كمية الدقيق طبعا برضه ايه براحتك، يعني كمية الخميرة اللي احنا حاطينها كمية كويسة وفيرة، يعني تستحمل كمان لحد كوبايتين دقيق. اتاكد ان الدقيق بتاعي امتزج كويس جدا. العجينه دي ملهاش قوام معين، يعني مش هقولك ان انا اخليها جامده او اخليها مثلا اهي، يعني القوام دوت ايه مناسب. لو هي اتخن من كده شويه مش مشكله برضه، يعني ما مش يعني عجينه سهله بالشكل ده. كده خلصت اول مرحله، هغطي العجينه بتاعتي بسريتش رول او فوطه نظيفه او كيس بلاستيك الموجود عندك بالشكل دوت، وهسيب العجينة بتاعتي تختمر. سيبها تاخد خمر براحتها خالص تخمر بالشكل دوت. نبدأ نشتغل في المرحلة التانية. المرحلة التانية هجيب طبق كده هوت، هحط كمية الدقيق بتاعتي اللي فاضلة بالشكل دوت في الطبق، هنزل عليها بالمية المغلية، شرط اساسي تبقى المية ايه مغلية بالشكل دوت. هقلب العجينة معايا، طريقة سهلة جدا، طعمها طبعا جميل. بنقلب كده هو الميه، نحط سنه كده هو كمان، علم متأكدة ان العجين امتزج، الدقيق امتزج كويس جدا مع المية، مش محتاجة ضرب ولا اي حاجة. يعني الفكرة ان تخلط المية بس مع الدقيق بالشكل ده. ممكن نستخدم معلقة بنقلب كويس الدقيق بتاعنا. ممكن نحط كمان سنة مية بسيطة، أهم حاجة تبقى المية ايه مغلية.
عجينة شبه عجينة بلحة الشام كده. تمام. بغطي الطبق بتاعي برضو واسيبه لحد ما يبرد. دول المرحلتين اللي هم احنا عملناهم في ايه استخدام الدقيق. المرحله الاولى اللي هي بتاعت العجينه دي هسيبها تخمر، والمرحله الثانيه اللي هي بتاعت الدقيق دوت اللي انا هسيبه ايه يبرد. تمام كده هو هغطي عليها بالشكل دوت، هسيب دي تبرد. طبعا لازم تغطيها عشان ما تنشفش منك العجينه، وهسيب دي تخمر. بعد دي ما تختمر ودي ما تبرد نرجع مع بعض نشوف هنعمل ايه. الخميره بتاعتي اللي احنا حاطينها خلاص اختمرت، اخدت تقريبا نص ساعه عشان الجو سخن، لو الجو ساقع ممكن تاخد وقت اكتر شويه. شايفين اختمرت واتملت بفقاقيع الهواء. والعجينه التانيه اللي احنا كنا عاملينها اهي خلاص عندي كمان بردت، بشيل كده هو الغطا اللي عليهم. هبدا انزل بالعجينه على الخميرة. الشكل دوت. طبعا نفضل نقلب لحد ما احصل على عينة متجانسة. لازم تتأكدي ان العجينة فكت كويس جدا معاكي، ما فيهاش اي فتل، تضربي بسرعة كده روت. العجينة كده هوت خلاص امتزجت وبقيت كلها كتلة واحدة بالشكل دوت. كده خلاص انا هرجع اغطيها مرة تاني وهسيبها تختمر لمرحلة كمان تانية. هغطيها وهسيبها تخمر مرة تانية. سبت العجينة بتاعتي اختمرت. وفي المرحلة دي عايزة اقولك على حاجة، ان انت تسيبيها تختمر براحتها، يعني مش لازم تبقى ساعة او نص ساعة. لا انا سبتها تخمر وخدت وقت طويل جدا كمان في التخمير، سبتها تخمر مع نفسها اكتر من مرة وشكلها دوت بعد التخمير. شوف بقى هنشتغل فيها ازاي. شايفين كلها خمرانة ازاي ومليانة بفقاقيع الهواء بالشكل دوت. هنا دلوقتي في الوقت ده وفي المرحلة دي خلاص البوزة بتاعتي اصبحت جاهزة. ممكن تعبيها في بطرمان وتشيليها في التلاجة، ممكن تحتفظي بيها في التلاجة لمدة اسبوع. نشوف بقى هنعملها ازاي. عندي كده هوت البوزة بتاعتي خلاص، شايفين قد ايه خمرانة وجميلة. باخدها كده هوت وبحط منها معلقة في الخلاط. لو انت كمان عايزة تزودي المزازة بتزودي كمية العجين، لو انت يعني عايزة طعمها معقول بتحطي ايه معلقة واحدة كافية، تنزلي عليها بكوباية من المية بالشكل دوت، وتحطي عليها كمية السكر المناسبة، تقريبا نقول معلقتين سكر، وعلى حسب طبعا رغبتك وعلى حسب اختيارك. انا بالنسبة لي معلقة سكر كويسة جدا. وهتضربيها في الخلاط. نضربها في الخلاط ونشوف شكل البوزة بتاعتنا ايه. خلاص ضربت البوزة بتاعتي في الخلاط وبنبدأ نصبها. شايفين شكلها جميل جدا. عملنا البوزة بتاعتنا في الخلاط وصبناها زي ما احنا شايفين في الكوبايات. ممكن تحطي كمان معاكي في الخلاط تحطي رشة صغيرة من الفانيليا تديها طعم جميل، ودي اختياري لو انت عايزة براحتك او لو انت مش عايزة برضو براحتك. طعمها جميل جدا، صحية، تساعد على عملية الهضم، جميلة جدا. تحطيها على الفطار في رمضان او تحطيها على السحور، بتبقى جميلة وطعمها جميل جدا. دي كانت وصفة النهاردة، وصفة بسيطة وجميلة وسريعة. وممكن تعمليها وتشيليها في التلاجة تحتفظي بيها. دي كانت وصفة النهاردة، اتمنى ان انتوا تجربوها. ولو عجبكم الفيديو ما تنسوش تعملولي اشتراك في القناة واعملولي لايك وشير. والى اللقاء في فيديوهات تانية ان شاء الله.